ما هو علاج القلب القاسي؟ علما بأنه يقول يقرأ القرآن ويقوم الليل من الليل ويذكر الآخرة، فانصحونا بذلك مأجورين. علاج القلب القاسي بأمور: أولا بذكر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يلين القلوب. ثانيا تلاوة القرآن، الإكثار من تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن مما يلين القلوب. ثالثا يلين القلب بأكل الحلال ويقسو بأكل الحرام، فإن أكل الحرام يقسي القلوب وأكل الحلال الطيب يلين القلوب. فيجب على المسلم أن يطيب مطعمه من الحلال حتى يلين قلبه. رابعا يلين القلب بمجالسة الصالحين الذين يذكرونه بالله عز وجل ويذكرون الله في مجالسهم، فيلين قلبه معهم وبصحبتهم. سادسا يلين القلب بتذكر الموت والحساب والبعث والنشور. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثره، ولا تذكرونه في كثير إلا قلله. نعم، بارك الله فيكم.